المحامي عضو اللجنه العامه لحقوق الانسان بالنقابه العامه. طبعا الوضع زي ما انت شايف لا يمكن لن يسمح شباب العباسيه باي محاوله لاقتحام وزاره الدفاع. نصيحه لعملاء امريكا، نصيحه لجواسيس اسرائيل اللي كانوا موجودين اماكنهم في الجاليات المصريه في دول العالم واللي دفعتهم المخابرات الامريكيه لتخريب مصر هنا، نصيحه ما تعدوش من العباسيه. نصيحه لن يسمح شباب العباسيه باقتحام وزاره الدفاع. نصيحه ليهم ولاهاليهم وعوا عيالكم، قولوا لهم فوق مش هنسمح، او بمعنى اصح شباب العباسيه مش هيسمح لاي عميل من دول هيعدي على وزاره الدفاع. البلد مش هتتهدى على شويه عيال، على شويه عملاء لامريكا. نصيحه ما تعدوش من العباسيه بغرض اقتحام وزاره الدفاع. في رجاله في العباسيه، لا احنا مع الحزب الوطني ولا احنا مع المجلس العسكري، احنا مع مصر. نصيحه للبرادعي، ابعد عن وزاره الدفاع. عندك ميدان التحرير، احنا معانا لغايه 30/6، والله ما تمش اللي اتفقنا عليه كلنا هنبقى على المجلس العسكري، ولكن لن نسمح بسقوط مصر. ونقول لامريكا ونقول للسفيره الامريكيه، وفري فلوسك، في مصر رجاله، مش هنسمح بانهيار الدوله، وعمرها ما هتنهار. مصر اول حكومه مركزيه في التاريخ الانساني. نصيحه يا باتسون، ارجعي بلدك. نصيحه للمخابرات الامريكيه، لموا فلوسكم. نصيحه للمخابرات الاسرائيليه، ابعدوا عن اللعبه دي. احنا قلنا في معاهده سلام لكن مش معاهده تخريب. نصيحه لشباب التحرير الثوار، افضلوا في التحرير، لكن العملاء الموجودين دلوقتي في التحرير بننصحهم، اوعى تفكر انك هتقتحم وزاره الدفاع، مش هيحصل. في رجاله واقفه. وشكرا.